كي راكم تذكروا في الصحراء التل، ثم عنصرية تحكم هذه كاع ما تقدرش طول الابد. احنا لا نهار جات الثورة عام 54 وقالوا الله اكبر. الصحراء كانت من ليبيا تدي الجبل فوق حي تدي في الكرطوش. ها المجاهد منصور دا مازال حي، وها هو تقول السي الاخضر النايلي مازال حي، كان الكرطوش يعبى في القليل تاع التمر. واليوم راك تفخر بيا، تفخر بيا، انت ماكش جزائري اصيلي، كنت تتبع الدم تاعك نديك في البلاطوار نلقاك خاطي تاع ولد الويس، ولد الويس هداوك الويس، ماكش جزائري حر، كنت جزائري حر. كل الجزائر من حدودها لحدودها كيف كيف، لا فيها زايد ولا فيها نقص. اللي جاي قال الصحراء صحراء، الصحراء تاع البترول، تاع الثروه، تاع العلماء، تاع الحكامه، انت وعلى الله. والله العظيم ما كان لسان قد الصحراء الجزائرية أشرف بلاد في العالم بأسره. بلاد شيوخ خرجت منها الأبطال، خرج منها بو عمامة، خرج منها طور سيد الشيخ، خرجت منها رجال، رجال كيفاش دايرة؟ وانتوما نهار طول عيا تبوني فيكم على العنصرية وعلى المشكلة، بصح انتوما سريفة ماكم مش مريقلين، ماكم صافين. كونكم جاتها صافين وماتكم جاو حسوانات، كيما احنا في الصحراء اللي نديروا لقاية تخرج ولاد صافيه وافيه عمر ربي وعمر عباده وعمر الوطن الجزائري كامل. وانت تقول مالناش في الصحراء، وانت وين راك؟ وين راك في الصحراء؟ تاعي مهما طال الزمن تجي مهما طال الزمن ميزان الصحراء فيها القبر يتقطع، انت تشري قبرك ميزان. اقرا الكلمه هذه قالها لك صحراوي جزائري، ما نقولش صحراوي لا في ناس عصوريه هذه، قالها لك جزائري اصيلي من